أرحب مرة أخرى من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. مرحبا بك دكتور إسماعيل، كيف ترى التظاهرات اليوم؟ من الواضح أن العدد الذي خرج من سترات الصحراء كان تقريبا هبط إلى النصف، العدد هبط تقريبا إلى النصف منذ الأسبوع الفارط السبت الماضي، كان تقريبا تقريبا يعني ضعف العدد هذا يعني. وهذا لأسباب لعل أهمها أن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء من قالوا أن ما جاءت به الحكومة وما قاله وما أتى به الرئيس ماكرون من تدابير وتحسينات وتنازلات صح التعبير، فهي إذا فرصة أو هي مؤشر لفتح باب الحوار، والمغافرة في هذا التظاهر لا تعني يعني مضيعة للوقت. هذا الشق، وما الشق الآخر يقول أن هذه التنازلات ما هي إلا فتات، وهم يريدون إصلاحات عميقة ولم تمس المطالب الحقيقية التي أتت بها هذه الحركة. من خلال النظر أن السبب يرجع إلى أن هذا القضية الأمنية التي حدثت الثلاثاء الماضي، هذه عملية إطلاق النار في فلسطين، ممكن أنها كذلك أثرت على نوعا ما على الجو العام الأمني، وبالتالي أثرت على خروج هؤلاء إلى الشوارع. فهذا السبب يعني تقريبا هو مؤشر يقول على أن هذه الحركة رغم هذه الأسباب ولكن هناك يعني هبوط العدد إلى النصف، هبوط عدد التظاهرات، نعم هبوط الكم إلى النصف، هل هذا يعني أن المتظاهرون اقتنعوا بالتدابير التي اتخذها ماكرون؟ لا، هو هناك شق كبير من الذين قالوا ان هذا سببا او هذا هو مؤشر لمحاوره الحكومه ومحاوره، هو يعني هذا الباب فتح للاستجابه وللتحاور، وهناك نسبه قليله جدا من اكتفت بهذا المطالب يعني. ولكن انا في اعتقادي ان هؤلاء الذين لم يخرجوا اليوم ربما يقولوا اننا ننتظر هذه الورشات التي قال عنها الرئيس باكر انه سيفتحها، وهم ينتظرون هذه الوعود. فان كانت الحكومه ماشيه في وعودها ف يعني هذا التظاهر سينقص شيئا فشيئا، وان كان ليست هناك تلبيه او وفاء بما وعد به الرئيس ماكرون من فتح ورشات. هل يمكن ان تدخل التظاهرات الى غرف التفاوض؟ يعني غرف التفاوض هل تشهد ان يكون بها متظاهرون يفاوضون يجلسون الى طاوله التفاوض؟ المشكل الكبير الان الذي تعاني من هذه الحركه ليست هناك لها قياده تمثلها، ممكن في هذه الفتره ممكن يتم تشكيل هيئة تمثل هذه الحركة، وبالتالي من خلالها تتفاوض مع الحكومة. إلى حد هذه الساعة لم تظهر حقيقة الهيئة التي تمثل هذه الحركة. فهذه طيب، ماذا عن المعارضة؟ ماذا عن المعارضة أستاذ إسماعيل؟ يعني إلى أي مدى استطاعت المعارضة أن تستفيد من هذه التظاهرات؟ الملاحظة الأولى أن هذه المعارضة من خلال خروج هذه السترات الصفراء وحدت المعارضة، يعني أن نلحظ أن اليمين المتطرف اتفق مع اليسار المتطرف على قضية يعني هذه المطالب. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. ان ما قامت ما قدمه الرئيس ماكرون ما هو الا كذاب، يعني انهم يتناغمون مع هذه المطالب وهم يطالبون باصلاحات اكثر واصلاحات يعني ملموسه حتى يعني المعارضه الان تتناغم مع هذه الحركه وهي تطالب بما تطالبه هذه الحركه.
شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.